تحت رعاية سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء وبدعم من الأمم المتحدة، انطلق في البحرين الملتقى الخليجي للتخطيط الاستراتيجي في نسخته السادسة بتنظيم من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة. وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى الأمين العام للملتقى الدكتور فهد إبراهيم الشهابي كلمة أكد فيها أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون وجود خطة استراتيجية يشترك في تنفيذها جميع الأطراف، وأن التنمية المستدامة تمثل هاجسا دوليا. ومن هذا المنطلق سيناقش الملتقى أفضل السبل لتسخير التخطيط الاستراتيجي من أجل الوصول إلى تنمية مستدامة. فيما أشار الأستاذ هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أن الدول العربية تحتاج لتخصيص ميزانية سنوية إضافية مقدارها نحو 230 مليار دولار من أجل الوصول لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة. هذا الملتقى سيتيح للمشاركين فرصة التدرب على التطبيقات العملية لأفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة، وذلك من خلال الورش التدريبية المصاحبة له والتي سيقدمها مجموعة من الخبراء الدوليين. هدف من هذه الفعاليات وخصوصا في التخطيط الاستراتيجي يكون هدف سيادي وهدف له مردود إيجابي على جميع المستويات، وخصوصا ان هذا الملتقى يشكل نوع من انواع تبادل الافكار في التخطيط الاستراتيجي، وكذلك ايضا التركيز على التنميه المستدامه اللي هي اليوم حديث جاري في جميع الاروقه. فاعتقد ان هذا النوع من الملتقيات تعطي تبادل افكار، تعطي تجارب عمليه صايره في عديد من الدول المجاوره والدول على المستوى العالمي. فالهدف إيجابي إن شاء الله راح يكون، وراح نتعرف على جميع المبادرات وراح نتعرف على جميع الأفكار من المشاركين والمتحدثين وكذلك أصحاب القرار. المؤتمر يهدف لبحث موضوع إيجاد استراتيجية مستدامة. اليوم مع أهداف التنمية المستدامة 2030 العالم كله يتجه إلى محاربة الفقر ودعم المرأة وتمكين الشباب حول العالم. وهذا المؤتمر اليوم بالبحرين يسهم في الاستفادة من خبرة مملكة البحرين، لأنه البحرين قدرت تحقق كثير من أهداف التنمية المستدامة 2030 قبل وقتها. فاللي عم نجرب نعمله من خلال هذا المؤتمر نشوف نجاحات مملكة البحرين، وين ممكن البحرين تلعب دور على مستوى الإقليمي وعلى مستوى الدولي في مجال تمكين الشباب والمرأة على مستوى العالم. اليوم البحرين عندها أو اختصاص البحرين من خلال مكتب اليونيدو كان العمل على تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا، ومن خلال هالتجربة اللي صار لها بالبحرين أكثر من 20 سنة قدرنا نحقق هالبرنامج ب 52 بلد ونستفيد من خبرات كبيرة. فاليوم الهدف كيف ممكن نوسع أكثر هذا العمل ونفتح المجال للشباب والمرأة رواد الأعمال في البحرين لعقد شراكات مع مستثمرين خارج البلد لتطوير البحرين والدول اللي هن ممكن يتوجهوا لها.